الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في كتاب التيمم، قال: باب السادس في نواقض هذه الطهارة. قال: أما نواقض هذه الطهارة فإنها متفق على أنه ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء أو الطهر، واختلفوا من ذلك في مسألة، إحداهما هل ينقضها إرادة صلاة أخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها؟ مسألة الثانية هي: ينقضها وجود الماء أم لا؟ هل ينقضها وجود الماء أم لا؟ أما المسألة الأولى فذهب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الباب السادس من هذا الكتاب في أحكام التيمم من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله تعالى. وبالمناسبة وجدت مخطوطة وعليها اسم الكتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد، على غير ما هو مشهور من اسم الكتاب، بداية المجتهد وكفاية المقتصد، لكن ما أدري لحد الآن القيمة العلمية لهذه المخطوطة، وهل يعني لذلك يعني أصل في تسمية الكتاب أو لا. لعله اطلعنا على المخطوط أو عرفت مقاييسه لنعلم يعني هل اسم الكتاب هو كذلك، وإلا فالمشهور من اسم الكتاب هو الذي ذكرناه. نعم، قال الباب السادس في نعم. عندك هكذا عجيب، ها خارج نهاية المقتصد في الداخل وكفاية. نعم، على كل حال ارسلوا لي صورة المخطوط كتب فيه هكذا. نعم، نعم، خير ان شاء الله. هذا المخصوص فيه. فقال الباب السادس في نواقض الطهارة، يعني نواقض التيمم، ما الذي ينقض التيمم؟ التيمم بدل عن الوضوء أو عن الغسل، فالذي ينقض الوضوء ينقض الوضوء وينقض الغسل. فسبقت معنا نواقض الوضوء ونواقض الغسل، كالبول والغائط والريح، المذي، الودي، كذلك الاحتلام، الجماع إلى آخره. لكن اختلفوا في مسألتين، الأولى هل ينقضها أي هذه الطهارة إرادة صلاة أخرى مفروضة غير أو غير المفروضة التي تيمم لها،
تيمم للصلاة وأراد أخرى، فهل يصح له ذلك أو أنه إذا أراد صلاة أخرى لا بد من تيمم آخر؟ والمسألة الثانية، هل ينتقض التيمم إذا وجد الماء؟ نعم. قال: أما المسألة الأولى فذهب مالك فيها إلا أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الأولى، ومذهب غيره خلاف ذلك. وأصل هذا الخلاف يدور على المسألة الأولى. المؤلف رحمه الله تعالى عمم فيها واختصر فيها الكلام، وإلا فهذا مذهب جمهور العلماء. مذهب جمهور العلماء أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الصلاة الأولى، وإن كان لهم تفاريع في المذهب. فالقول المعتمد والمشهور عند المالكية هو هذا: لا يصلي بتيمم إلا صلاة واحدة فريضة، وهو قول المدونة، وهو قول ابن القاسم. ونقل أنه يجوز للمريض الذي لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه أن يصلي بالتيمم الواحد فريضتين، حضريتين أو سفريتين أو منسيتين، سواء اشتركتا في الوقت أو لم تشتركا. ومن قاله من المالكية ابن شعبان، وهو القول الذي قدمه القيرواني في الرسالة، قدم هذا القول غير المشهور، وأشار إلى المشهور بقوله قيل، لهذا انتقد عليه في أنه ذكر القول غير المشهور. وأجاز أبو الفرج من المالكية الجمع بين الصلاتين من الفوائت ولو بتيمم واحد. كذلك من المالكية القاضي أبو إسحاق أجاز الجمع بين صلاتين بتيمم واحد للمريض. هي أقوال في المذهب. وذكر القرافي أن في المذهب أربعة أقوال: منع الجمع مطلقا فكل صلاة بتيمم، والجواز مطلقا بناء على التيمم له حكم المبدل منه، التفرقة بين اجتماع الأداء كالظهر مع العصر في آخر القامة وبين غيرهما، فاللتان تجتمعا في الوقت كأنهما صلاة واحدة ووقت واحد، يجوز الصلاة بتيمم واحد. أما المفترقتين فلا بد من التيمم لكل صلاة. وقول رابع: التفريق بين من يطلب الماء ومن لا يطلبه، فيجوز للأول دون الثاني، لكن المعتمد في المذهب هو المنع مطلقا. ولو صلى المصلي صلاتين بتيمم واحد فإنه يعيد الصلاة في الوقت، وقيل يعيد أبدا، وقيل المشتركتان في الوقت يعيد الثانية في الوقت، وغير المشتركتين يعيد الثانية أبدا. قيل إذا كانتا مشتركتين في الوقت كالظهر والعصر فإنه يعيد الثانية ما دام يوجد وقت العصر، أما إذا لم تكونا مشتركتين كالعصر والمغرب وصلاهما بتيمم واحد فإنه يعيد أبدا.
وهو قول قال ابن القاسم أحب إلي، فهذا هو قول مالك. وبمجمل هذا القول، بجملة هذا القول، قال الشافعي والإمام أحمد والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وعليه أكثر العلماء، وهو منقول عن الصحابة الكرام كابن عباس وابن عمر وعلي بن أبي طالب وعمر بن العاص، ونقل عن التابعين أيضا كالشعبي والنخعي وقتادة وربيعة الرأي. قالوا التيمم يصلي به صلاة واحدة فقط، لا يجمع فيه بين فريضتين في وقت واحد، ولو كانت إحداهما قضاء والأخرى أداء. ويدخل مع ذلك ما اشترطت فيه الطهارة وكان واجبا كالطواف الواجب، يعني طواف واجب مع صلاة فرض لا يجتمع، أو طوافين فرضين لا يجتمع، أو طواف مع ركعتي الطواف لمن قال بوجوبها لا لمن قال باستحباب ركعتين، أو خطبة الجمعة لمن اشترط فيها الوضوء ووجوب اشتراط صحة الجمعة بها مع الركعتين، فيسار على هذا المذهب. هذا القول الأول، هذا هو القول الأول. وحجتهم في ذلك أنه لا يجوز التيمم إلا بدخول الوقت، وهي مسألة سبق الكلام عليها، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، فهو مأمور بالطهارة عند القيام إلى الصلاة، والمسألة الخلاف فيها سقناه سابقا. والتيمم عبادة وطهارة الضرورة، وهي أضعف من الوضوء، فلا يكون الترخص فيها كما جاء في الوضوء. ثم إن ظاهر الآية أن الوضوء لا بد إذا قمت إلى الصلاة، وجاءت السنة تدل حمك الله على أنه يجوز أن يتوضأ قبل قيامه للصلاة وقبل دخول الوقت، فيقتصر على ما جاء في السنة في إباحة وجواز الوضوء ولو قبل دخول الصلاة، ويبقى التيمم على الأصل، ويبقى التيمم على الأصل. نعم. كذلك قالوا من الأدلة أنه يجب أن يطلب الماء لكل صلاة، واستدلوا أيضا بأن التيمم يرفع يبيح ولا يرفع الحدث، التيمم يبيح المحظور ولا يرفع الحدث، يعني إذا جئت للصلاة وكنت معذورا وجاز لك التيمم، فإذا تيممت هل ارتفع حدثك؟ المسألة سيأتي الخلاف عليها. هم قالوا لم يرتفع الحدث، وإنما التيمم يبيح لك فعل المحظور، يعني جاءت الصلاة ولا يوجد لك عندك ماء أو بك عذر، يبيح لك التيمم. فإذا تيممت أباح لك التيمم فعل الشيء الذي أنت منه ممنوع، إذا فعلته ماذا؟ بطل أثر التيمم، زال أثر التيمم، فكيف يقال يصلى به صلاة أخرى؟ قالوا فهذا ممنوع. استدلوا أيضا بجملة من الآثار، منها أثر ابن عباس: من السنة ألا يصلي بتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، من السنة ألا يتيمم أو ألا يصلي بتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى.
والأثر رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه. هو كذلك الضعف فيه شديد، فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف بل متهم، فالضعف فيه شديد. كذلك أثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: يتيمم لكل صلاة. رواه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي، وكذلك سنده فيه الضعف في سنده الحارث الأعور وهو ضعيف جدا، وكذلك فيه يعني أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس اختلط وقد عنعن، وكذلك الحجاج بن عطاه مدلس صدوق لكن يدلس وقد عنعن، فالأثر فيه علل وإن كان يعني ضعف الحارث الأعور أقوى، فالضعف ضعف هذا الأثر ظاهر. استدل بأثر آخر وهو أثر عمرو بن العاص فقال: تحدث لكل صلاة تيمما. رواه عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي من طريق قتادة عن عمرو بن العاص، وهذا مرسل أو منقطع، انقطاع بين قتادة وعمرو العاص قطاع شديد، فلا يثبت هذا الأثر. واستدل البيهقي بأثر ابن عمر وأسنده، ورواه أيضا الدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى والصغير الصغرى وفي المعرفة والآثار، رواه الطبري في تفسيره وابن المنذر كذلك في كتاب الأوسط من طريق عبد الوارث عن عامر الأحول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. وهذا الأثر صححه البيهقي، واعترض عليه ابن التركماني في الجوهر النقي وقال أن هذا الأثر ضعيف لأن عامل الأحول ضعف غير واحد، وفي سماعه من نافع مولى ابن عمر نظر، وقال ابن حزم لم يصح أي هذا الأثر. والحقيقة أن عامر الأحول اللي هو عامر ابن عبد الواحد تكلم فيه بالضعف بعض أئمة الحديث كالإمام أحمد وأبي داود والنسائي، تكلموا فيه بالضعف فقالوا ليس بالقوي، لكن في المقابل وثقه يحيى بن معين قال لا بأس به، وقال أيضا أبو حاتم ثقة ليس به بأس، وقال أيضا ابن عدي لا بأس بأحاديث عامل الأحول، وذكره ابن حبان في الثقات. فالحقيقة أن مثله لا أقل من أن يحسن مروية لا أقل من أن يحسن مروية ودرج بعض أئمة الحديث في ضبط درجات الرجال أن مثل هذا الذي يختلف فيه يعني يكون في درجة الحسن. وقد أشار إلى هذه القاعدة الإمام ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام، بيان الوهم والإيهام. فأثر ابن عمر الحقيقة هو حسن، أثر ابن عمر هو حسن. القول الثاني هو جواز الصلاة بتيمم واحد الفرائض وغيرها ما لم يحدث
وهو قول سعيد بن المسيب والحسن بن حي والزهري، وبه قال أبو حنيفة ويزيد بن هارون، وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال به أبو جعفر وداود بن علي الظاهري والمزني من الشافعية، وهو المشهور عن الإمام أحمد، وإن كان يروى عنه القول الأول، وهو مشهور عن الإمام أحمد وإن كان ينقل عنه القول الأول. قال رحمه الله تعالى: الإمام أحمد: يعجبني التيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث، لحديث أبي ذر. وحجة هؤلاء حديث أبي ذر الصعيد الطيب: طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، ولو لم يجد الماء 10 سنين. وكذلك القياس فهو في حكم المبدل منه، البدل يعطى حكم المبدل منه. وكذلك قالوا: ما دام يجوز الجمع بين الفريضة ونافلتها فيجوز الجمع بين الفريضتين، إذ لا مانع يمنع، والنافلة في حكم الفريضة إلا ما جاء استثناؤه، وإن كان لا يسلمون له، لأن الذين يمنعون الجمع بين الفريضتين منهم من يقول يجوز الصلاة بتيمم واحد الفريضة والنافلة بعدها، لا أن يتيمم للنافلة ثم الفريضة بعدها، وإن كان على خلاف بين ذلك. قالوا كذلك قياسا عن مسح الخفين: طهارة مخففة صلى بها غير صلاة واحدة، فكذلك التيمم صلى بها غير صلاة واحدة. وقالوا أيضا: لأن الحدث لا يجب له لأن الحدث زال فلا يجب له تطهران، أو الحدث الواحد لا يجب له تطهران، إذا أحدث فتيمم، ثم إذا جاءت صلاة ثانية يتيمم أخرى، فكأنه تيمم لحدث واحد مرتين. قالوا أيضا: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم التيمم لكل صلاة، بل أطلقه وجعله قائما مقام الوضوء. وفي بعض الآثار عن الحسن بن حي قال: يصلي الصلوات بتيمم واحد مثل الوضوء ما لم يحدث. وقال الزهري: التيمم بمنزلة الماء، التيمم بمنزلة الماء، يصلي ما لم يحدث. وقال سعيد بن المسيب: يصلي بتيمم واحد الصلوات كلها، يصلي بتيمم واحد الصلوات كلها ما لم يحدث. قال: هو بمنزلة الماء. وكذلك كلام الإمام أحمد الذي ذكرناه، قال: يعجبني التيمم لكل صلاة، لكن القياس أنه بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث، لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. هذا نقله الميموني عن الإمام أحمد. فهذا دليل القول الثاني. وفيه قول ثالث قال به أبو ثور: ويجوز أن يجمع الفوائت بالتيمم ولا يصلي به بعد خروج الوقت إلا فريضة، ولا يصلي بعد خروج الوقت فريضة أخرى. نعم. والأقرب والله أعلم هو قول أبي حنيفة ومن ذكرنا معه، وهو المشهور عن الإمام أحمد. والمسائل الأخرى سبق كلام عليها، كون
لا يتوضأ لا يتيمم إلا بدخول الوقت، ومسألة طلب الماء، وسيأتي الكلام على كون التيمم يرفع الحدث أو لا، والآثار عن منقول عن الصحابة كلها فيها ضعف شديد، إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولا شك ولا ريب أن الأثر الذي ينقل عن الصحابي له وزنه في الفقه، لكن خالفه غيره ونقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالقول بأن التيمم الواحد يجزئ به الصلوات كلها قول قوي، وإذا احتاط الواحد فتيمم لكل صلاة فله ذلك، خاصة لقولهم أن في ذلك خفة وليس فيه حرج أو ثقل، فإذا احتاط وتيمم لكل صلاة فله ذلك كما قال الإمام أحمد رحمه الله، ولكن تيمم واحد يكفي لكل الصلوات وهو بمنزلة الوضوء. نعم اقرأ. قال واصل هذا الخلاف يدور على شيئين، أحدهما يعني مرجع الخلاف هما الأمران، مرجع الخلاف هما الأمران، قضية لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، وقضية طلب الماء، الطلب تكرر الطلب، وأمر آخر أيضا أشار إليه بعض أهل العلم ذكره القاضي عبد الوهاب في كتاب الإشراف وغيره، كون الحدث التيمم يبيح وليس رافع للحدث، وهذا منشأ خلاف آخر، وقد يضاف كذلك إليه الآثار. نعم. قال أحدهما هل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة المائدة محذوف مقدر، أعني إذا قمتم من النوم أو قمتم محدثين، أم ليس هنالك محذوف أصلا؟ هذا الكلام سبق في الوضوء، في كتاب الوضوء. نعم. قال فمن رأى أنه لا محذوف هنالك قال ظاهر الآية وجوب الوضوء أو التيمم عند القيام لكل صلاة، لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء فبقي التيمم على أصله، لكن لا ينبغي أن يحتج بهذا لمالك، فإن مالكا يرى أن في الآية محذوفا على ما رواه عن زيد بن أسلم في موطئه. يعني هذا قول لا، الحجة هذه لا تخرج على مذهب مالك، لأن مذهب مالك يرى أن الآية فيها محذوف إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثين، فإذا لا يستدل بهذا لمالك، يستدل له بأصل آخر. نعم. أرى أن السبب الثاني هو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة، وهذا هو ألزم لأصول مالك. أي نعم، كونه يأمر بطلب الماء أو مذهبه طلب الماء عند كل صلاة. نعم. أعني أنه يحتج له بهذا، وقد تقدم القول في هذه المسألة. قال ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الآية محذوفا أم محذوفا لم يرى إرادة الصلاة الثانية مما ينقض التيمم. لم يرى إرادة الصلاة الثانية مما ينقض التيمم، مما ينقض التيمم. فإذا هذا حاصل المسألة، من رأى أن الآية ليس فيها محذوف إذا قمتم فامسحوا إلى الصلاة فاغسلوا، فإذا قمت إلى الصلاة تطالب بالطهارة. جاء في السنة والإجماع كون طهارة الماء الوضوء أو الغسل إذا كان قبل الصلاة فإنه يجزئ. بقي التيمم، هل هناك دليل على أنه يتيمم قبل دخول الوقت؟ قالوا لا يوجد دليل، فإذا لا بد أن يتيمم لكل صلاة، وتيمم صلاة لا يكفي للصلاة أخرى. ثم إذا جاءت الصلاة هو مطالب بأن يطلب الماء، مطالب بأن يطلب الماء ويبحث عنه، لأن التيمم لا يجوز إلا عند فقد الماء أو العجز عن استئناله، وفقد الماء كما ذكرنا فلم تجدوا عدم الوجدان مترتب على الطلب، كما ذكرنا في الحديث قصة فقد عائشة للعقد، فطلبوا الماء فلم يجدوا، كما جاء في الحديث. نعم. فلهذا قال لابد من التيمم لكل صلاة. نعم. والقول الذي ذكرناه يظهر أقوى
على ما بينا والله أعلم. نعم. قال وأما المسألة الثانية. نعم. نعم نفس الشيء، يبقى حجة الدليل الأول، يبقى الدليل الأول إذا قمتم والتقدير فيه، ويبقى كون التيمم رافع مبيح وليس رافع للحدث فعندهم نفسه. الذي على أصول مالك والسبب الثاني. نعم. فإلزمهم على هذا أنه يصلي بها أكثر من صلاة إذا كان كيف؟ لا، عندهم القول الآخر وهو أن التيمم مبيح وليس رافع. التيمم مبيح وليس برافع، ولا وكونه طهارة خفيفة وضرورية تبقى على الضرورة، لكن القول المعتمد عند مالك، وإلا فصاحب الرسالة رجح غير هذا. كذلك ابن شعبان، وكذلك أجاز كما ذكرنا أصبغ، وكذلك أبو إسحاق القاضي، فالذي اعتمده صاحب الرسالة أنه يجوز للمريض أن يجمع بين صلاتين، المريض الذي يعجز عن مس الماء. لكن هذا القول في المذهب ليس مشهورا، المشهور هو الأول الذي ذكرناه، وهو الذي جاء في المدونة، وهو الذي اختاره ابن القاسم. ولهذا ابن غازي في منظومته نظائر الرسالة أو غرائب الرسالة اعترض على القيرواني هذا القول، وقال هذا ليس بالمشهور، هذا ليس بالمشهور. والقيرواني في الرسالة كما ذكرت فيه أقوال اختارها ليس مشهورة، هي خلاف المشهور، وقدمها، قدم غير المشهور، وحكى المشهور بقيلة، فانتقدت عليه واعترضت عليه، واعترضت عليه، فاختار أقوال غير مثل المسألة وغيرها. ونعم. نعم. إيه. الذي يعجز عن المسجد. بناء على ماذا؟ نعم. هو على هذا القول أنه ماذا؟ ليس في حقه، لا يتصور في حقه تكرار الطلب. نعم. أما المسألة الثانية فإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها، وذهب قوم إلى أن الناقض لها هو الحدث. قال وأصل هذا الخلاف هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب أو يرفع ابتداء الطهارة به؟ فمن رأى أنه يرفع عندنا. أنه إنما. عندكم كلكم أيضا أنه إنما، ما فيش إنما. شو طبع عندك هذه والأخرى؟ عندك كمال إنما، يعني طبع تيجي تفضل واصل. ما شو ما يوجد إنما طيب خلاص. قال لا ينقضها إلا الحدث. ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال إنه ينقضها، فإن حد الناقض هو الرافع للاستصحاب. نعم. هذه مسألة أخرى، هي وجود الماء هل ينقض الوضوء، وجود الماء هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. فذكر أن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها، وآخرون قالوا الناقض هو الحدث. يعني إذا تيمم ثم وجد الماء، هل بمجرد وجود الماء
ينتقض التيمم او يبقى على حكم الطهارة حتى يقع منه الحدث كخروج ريح او بول او غائط او غير ذلك. هذا هو اصل المسألة. ذكر ابن عبد البر رحمه الله اجماع العلماء على ان من تيمم بعد ان طلب الماء ولم يجده فتيمم ثم وجد الماء قبل ان يدخل في الصلاة قال تيممه باطل لا يجزيه ان يصلي به. هذا نقل الامام ابن عبد البر الاجماع عليه. قال وعاد بحاله قبل التيمم. نعم. وقال ابن عبد البر ايضا الاجماع نعم على انه اي التيمم لا يرفع الجنابة والحدث، على ان التيمم لا يرفع الجنابة والحدث، وهذا قول سائر العلماء الذين هم حجة على من خالفهم. فقالوا في الجنب إذا تيمم ثم وجد الماء إنه يلزمه الغسل لما يستقبل. واضح؟ وهذا الذي قصد به، فإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها. أما القول الآخر وذهب قوم إلى أن الناقض لها هو الحدث، هو حكى ابن عبد البر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، حكاه وأسنده من طريق ابن وهب عن بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال أنه إذا كان جنبا ثم تيمم قال ثم وجد الماء فلا يحتاج إلى غسل ولا إلى وضوء حتى يحدث، لا يحتاج إلى غسل ولا إلى وضوء حتى يحدث. هذا نقله ابن عبد البر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ولا ينقل هذا عن غيره. نعم. و كلام المؤلف هنا في هذه المسألة فيه إشارة إلى مسألة هل التيمم يرفع الحدث أو يبيح، أو يبيح الممنوع والمحظور فقط. فجمهور العلماء كما ذكر المؤلف يرون أن التيمم مبيح وليس رافعا، مبيح وليس رافعا، بمعنى متى وجد الماء صار ماذا؟ صار يلزمه أن يتوضأ لما يشترط فيه الوضوء، أو يغتسل لما يشترط فيه الوضوء، بدليل أحاديث منها حديث عمران بن حصين وفي أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة فإذا في آخر القوم رجل لم يصلي، قال ما حملك على ألا تصلي بالقوم؟ قال يا رسول الله أجنبت ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم وجدوا بعد ذلك الماء فأعطاه ماء وقال اذهب فأفرغه عليك، رواه البخاري ومسلم. فهنا لما وجد الماء أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، أمره بالاغتسال. وكذلك يعني هذا نص في أنه يغتسل بعد وجود الماء، مثل أيضا قصة أو حديث
أبي ذر الذي رواه حديث عمر بن الحصين كنا في البخاري ومسلم. كذلك حديث أبي ذر قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليمس بشرته فليمسه بشرته. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي وأبو حاتم وابن حبان وغيرهم. وجاء نحو لفظ أبي ذر عن من حديث أبي هريرة. نعم. كذلك استدلوا بقصة عمرو بن الحاص في غزوة ذات السلاسل، وهو أن عمرو رضي الله تعالى عنه أجنب وتيمم وصلى بالناس صلاة الفجر، فقالوا كيف تصلي بنا وأنت على جنابة؟ قال أنا أميركم وأنا أصلي بكم، فصلى بهم. ولما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال صليت بهم وأنت جنب؟ أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله كانت ليلة شديدة البرودة وتذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فخشيت على نفسي فتيممت صليت بالقوم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. الشاهد أنه قال أصليت بأصحابك وأنت جنب، يعني أثبت له الجنابة حال صلاته، فدل على أن تيممه أباح له الصلاة ولم يرفع عنه الحدث، أباح له الصلاة ولم يرفع عنه الحدث. ووجه ذلك قال أصليت بأصحابك وأنت جنوب، جملة وأنت جنوب إيش محل من الإعراب؟ الحال. قال والحال وصاحبه يكونان في وقت واحد. إذا قلت جاء زيد رأيت زيدا مبتسما فعامل الحال ورأيت، فهي تجتمع مع الحال، العامل والحال في وقت واحد، فالرؤية والابتسامة كان في وقت واحد. فقال أصليت وأنت جنب، فالعامل في الحال الصلاة، دل على أنه حال صلاته كان جنبا، يعني لم يرفع الحدث، وبالتالي إذا لم يرفع الحدث ماذا فعل التيمم؟ أباح له الصلاة. نعم. فهذا حجة الجمهور. القول الآخر أن التيمم يرفع الحدث مطلقا، وهو المنسوب لأبي سلمة بن عبد الرحمن، وينسب أيضا في قول لعمران بن حسين وأظن بن مسعود ينسب. قالوا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، طهارة الأرض دليل على أنها ترفع الحدث مطلقا، فهي كالماء. وظاهر الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما يريد الله ليجعل وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. نعم. قالوا وكذلك الدليل الإجماع على صحة الصلاة بالتيمم كصحة الصلاة بالماء، فالماء رافع للحدث وأيضا الماء التيمم رافع للحدث، وبالتالي عند هؤلاء إذا تيمم خلاص انتهى، لا يغتسل ولا يتوضأ بعد ذلك ولو وجد الماء أو زال العذر، إلا إذا انتقض الوضوء أو الغسل. قول ثالث وسط بين القولين، وهو أن التيمم لا يرفع الحدث كليا وإنما يرفعه مؤقتا، لا يرفع الحدث كليا وإنما يرفعه مؤقتا، وهو يجمع بين القولين السابقين، والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بين كما قيل. فلا يرفع التيمم الحدث كليا وإنما مؤقتا، وهذا قول لا يمنع منه لا شرع ولا العقل، لا يمنع منه الشرع ولا العقل. ووجه ذلك أن الإجماع
يدل على صحة صلاته، الإجماع يدل على صحة الصلاة، فهذا يدل على أنه ليس بجنب بل هو متطهر. والإجماع يدل على أنه إذا وجد الماء أو زال عذره لزمه الغسل، لزمه الغسل. فإذا يجمع بين هذين فيقال التيمم يرفع الحدث إلى زوال العذر، فهو رفع مؤقت ليس رفعا كليا. يبقى الإشكال في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: أصليت بأصحابك وأنت جنب، لما سبق ذكره من أن العام من أن الحال وعاملها يشتركان في الوقت. القاعدة في الحال وعاملها أنهما يشتركان في الوقت لا يعترض عليها ببعض أنواع الحال التي لا تتنزل عليها القاعدة، كمثل قوله تعالى: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فخالدين موضعها هنا النصب الحال، فهل هي تجتمع مع وقت الدخول؟ لا، تتأخر عنه. فنقول المسألة في الحديث ليس من هذا الباب، بل هي من باب اجتماع الحال وعامله في الوقت. الجواب عن هذا كما ذكر الشيخ محمد الأمين شنقيطي رحمه الله في المسألة هذه في كتابه الأضواء، قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أصليت بأصحابك أنت جنوب، قبل أن يعرف العذر، ولهذا سأل واستفهم منكرا، ثم قال عمر عذره وبين، فلما علمه أقره عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه عند ذلك ليس على جنابه، بل كان غير جنب وكان متطهرا وقد رفع تيممه حدثه. وقيل أيضا باعتبار أنها أي الجنابة لم ترفع كليا، وإن كان وقت صلاته غير جنب، لكن باعتبار المآل، باعتبار المآل. قال: كما يطلق اسم الخمر على العنب أو عصيره قبل أن يتخمر، كما جاء في الآية: إني أراني أعصر خمرا، أي يعصر عصيرا فيتحول ماذا؟ فيتحول خمرا. فهنا باعتبار المآل في ثاني الحال. نعم، فهذا وجهه. إذا علم الجواب تبين أن هذا القول أي الثاني هو الأقوى، الثالث هو الأقوى الذي فيه التفصيل، يترجح هذا القول الذي فيه هذا التفصيل، والعلم عند الله. نعم، اقرأ. طيب، كلام: وأصل هذا الخلاف هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة، يعني تيمم ثم بعد ذلك وجد الماء، يعني بعد الصلاة، فإذا وجد الماء نقول هذه الطهارة كانت تمشي، لما وجد الماء انتقد وانقطع استصحاب فلا يستصحب، واضح؟ وهذا في الحقيقة قول هو القول الثالث الذي قلنا أنه قوي، أو كما قال الشيخ محمد بن شنقيطي هذا قول يجمع بين قولين، وليس هذا القول هو القول الأول، لأن القول الأول يقول يرفع يبيح لا يرفع الحدث، القول الأول يقول يبيح ولا يرفع الحدث. فقوله: وأصل هذا الخلاف هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة، نقول أصحاب القول الأول لم يقولوا وقعت الطهارة أصلا، وإنما التيمم أباح. القول الثاني والثالث هو يقول يرفع الحدث، القول الثاني يقول كليا، والثالث قلنا مؤقتا، واضح؟ فإذا ارتفع الحدث، إذا وجد الماء، الماء يمنع استصحاب الطهارة أو يمنع ابتداء طهارة من جديد بالتيمم، واضح؟ نعم. فمن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة
قال لا ينتقض إلا بالحدث. ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال وجود الماء ينقضها، فإن حد الناقض هو الرافع للاستصحاب. ما هو حد الناقض؟ تفضل. هو الرافع لاستصحاب الطهارة، يعني وجود الماء يرفع استصحابها. نعم. قال قد احتج الجمهور بمذهبهم بالحديث الثابت وهو قوله عليه الصلاة والسلام شرتي الأرض مسجدا وطهورا ما لم يجد الماء. نعم. والحديث محتمل، فإنه يمكن أن يقال إن قوله عليه الصلاة والسلام ما لم يجد الماء يمكن أن يفهم منه فإذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت، يمكن أن يفهم منه فإذا وجد الماء لم تصح ابتداء هذه الطهارة. نعم. لم تصح ابتداء هذه الطهارة. طيب نعم. على كل، لكن فليمسه بشرته، اذهب فأفرغه عليك الماء، ها هذا يدل على أنه لابد. نعم. قال والأقوى في عضد الجمهور في عضد الجمهور. نعم. قال والأقوى في عضد الجمهور هو حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا وجدت الماء فأمسه جلدك. إن الأمر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور، وإن كان أيضا قد يتطرق إليه الاحتمال المتقدم، فتأمل هذا. يعني فأمسه جلدك، هذا وجهه، والأمر على الفور، يعني متى وجدت لا بد أن تغتسل. لكن قد يتطرق له الاحتمال السابق، يعني كونه إذا وجدت الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت، ويحتمل فإذا وجد الماء لم يصح ابتداء الطهارة من جديد، يعني استعمل الماء عند الحدث. لكن هذا الاحتمال وإن كان واردا ليس مثل احتمال الجمهور في القوة. نعم. قال قد حمل الشافعي تسليمه أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة، أن قال إن التيمم ليس رافعا للحدث. هذا هو، إن وهذا قول الجمهور. ما الذي جعل الشافعي أو حمله على هذا القول أن وجود الماء يرفع الطهارة ويمنع استصحابها وليس يمنع ابتداءها؟ قال لأنه يقول التيمم يرفع، يبيح ولا يرفع. نعم. قال أي ليس مفيدا للتيمم الطهارة، إيه؟ للطهارة الرافعة للحدث، وإنما هو مبيح للصلاة فقط مع بقاء الحدث. أي نعم. قال وهذا لا معنى له. عبارة شديدة، هذه عبارة شديدة من قال وهذا، ما هذا لا معنى له. نعم. قال وهذا لا معنى له، فإن الله قد سماه طهارة، وقد ذهب قوم من أصحاب مالك سماه طهارة، ها؟ لأن ابن رشد هنا ينتصر إلى أن الحدث يرتفع، ليس كليا لكن يرتفع الحدث. نعم. قال وقد ذهب قوم من أصحاب مالك هذا المذهب، فقالوا إن التيمم لا يرفع الحدث. بل هذا هو القول عند في المذهب. نعم. لأنه لو رفعه لم ينقضه إلا الحدث. أي نعم. والجواب أن هذه الطهارة وجود الماء في حقها هو حدث خاص بها، على القول بأن الماء ينقضها. هذا هو، قالوا إن التيمم لا يرفع الحدث، لأنه لو رفعه لم ينقضه إلا الحدث. نعم. هذه عبارة لها معنى آخر، يعني سيأتي الكلام عليها ذكره، لها معنى يعني يستفاد يستشف منها. نعم. والجواب أن هذه الطهارة وجود الماء في حقها هو حدث خاص بها، على القول بأن الماء ينقضها فيرتفع الحدث إذا وجد الماء زال. نعم. واتفق. قال واتفق القائلون بأن وجود الماء ينقضها على أنه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة. طيب، قبل الشروع في الصلاة نقلنا الإجماع، وكذلك بعد الصلاة. بعد الصلاة. طيب بعد الصلاة هل يعيد أو لا يعيد؟ ذكرنا سابقا إذا وجد الماء بعد أن صلى. نعم. اختلفوا هل ينقضها طروؤه في الصلاة، طروبه لطروؤه. نعم. على كل يصح التخفيف، عندي طروبه. نعم.
اقرأ. قال فذهب مالك والشافعي وداود لأنه لا ينقض الطهارة في الصلاة، وذهب أبو حنيفة وأحمد وغيرهم. هذا قول مالك في المدونة، وكذلك الشافعي وأصحابه. قال به داود بن علي الظاهري، قال به الطبري، وهو منقول عن الإمام أحمد، لكن رجع عنه إلى القول الآخر كما سيأتي. نعم. قال وذهب أبو حنيفة وأحمد وغيرهما. هؤلاء قال لا ينقض الطهارة، لأنه ينقض الطهارة في الصلاة. هذا قول أبي حنيفة وأحمد، هذا القول الذي رجع إليه. كان يقول أولا بأنه لا ينقض ولا يخرج، ثم رجع إلى القول بأنه يخرج وينقض الوضوء. وبه قال أيضا أصحاب أبي حنيفة والثوري والحسن بن حي والمزني من أصحاب الشافعية، من أصحاب الشافعي. ونقل عن بعض أصحاب مالك أنه يقطع الصلاة، ذكره القرافي في الذخيرة. نعم. قال وهم أحفظ للأصل، وأصحاب هذا القول أحفظ للأصل. نعم. لأنه قال لأنه أمر غير مناسب للشرعي. لي للشرعي عندكم للشرعي ها؟ الزاحم صاحب اللاحم ولا تحقيق من؟ للشرعي؟ ما عندي بالألف ولا غير مناسب الشرع. والعبادي طبعة العبادي. نعم. أيوة. يعني ليس مناسبا كونه هو ينقض قبل وبعد، لا 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 أثناء. نعم. قال لأنه أمر غير مناسب للشرع أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة. يعني قبل الصلاة ينقضها وبعد الصلاة ينقضها وفي الصلاة لا ينقضها. قال وهذا وبمثل هذا. قال وبمثل هذا شنع على مذهب أبي حنيفة فيما يراه من أن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء. يعني القول الذي شنعوا به على أبي حنيفة وقعوا فيه، مع أن أبي حنيفة كما سيذكر استند لأثر وإن كان ضعيفا. نعم. مع أنه مستند في ذلك إلى أثر، فتأمل هذه المسألة فإنها بينة. قال ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، فإن هذا لم يبطل الصلاة بإرادته وإنما أبطلها طروء الماء كما لو أحدث. يعني طروب الماء. نعم. طيب هذه مسألة ثانية متفرعة عما سبق أو الحق بما سبق، وهي وجود الماء أثناء الصلاة، طروب الماء أثناء الصلاة. فمالك والشافعي ومن ذكر معهم يرون أن الطهارة لا تنتقض فيتم الصلاة. ودليلهم قالوا قد أذن له في هذه الصلاة بالتيمم، والأصل بقاء ذلك، الأصل بقاء ذلك الإذن إلا إذا جاء دليل يمنعه، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وهو الذي رده ابن رشد. قال ولا حجة في الظواهر التي يرام احتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وجه ذلك قالوا أذن له في الصلاة بالتيمم، فهذا الإذن يبقى حتى يأتي دليل يزيله، ولا دليل. والله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا والعمل ثابت قبل الماء فالأصل بقاؤه. ولهم أقيسة أخرى أيضا استدلوا بها من ذلك، قالوا إذا وجد الماء ولم يكن في الصلاة وجب استعماله، أما إن كان في الصلاة لم يقطعها لرؤية الماء وهو فيها. واستدلوا أيضا أنه لم يثبت في السنة ما يوجب عليه قطع الصلاة بعد الدخول فيها، ولا يوجد إجماع يجب التسليم له. ومن قال رؤية الماء حدث من الأحداث
لا شيء يعتبر لا شيء ولا دليل عليه. لماذا قالوا؟ نرجع إلى العبارة التي قال إن التيمم لا يرفع الحدث لأنه لو رفعه لم ينقضوا إلا الحدث. قالوا لأن مآله إذا قلنا رؤية الماء حدث من أحداث الصلاة، قالوا مآل ذلك أن الجنب إذا تيمم ثم وجد الماء صار كالمحدث فيتوضأ ولا يلزمه الغسل. قالوا هذا القول، إذا قلنا أن رؤية الماء في الصلاة يعد حدثا من الأحداث التي تبطل تيممه وصلاته، قالوا حاصله أن الجنب إذا تيمم ثم وجد الماء فالماء حدث، فعند ذلك لا يلزمه الغسل فيتوضأ ولا يلزمه الغسل. قال وهذا لا يقولون به هم ولا يقول به حدث أحد، فدل على أن رؤية الماء ليس حدثا. ووجه ذلك من وجب عليه الصوم في الظهار أو في قتل الخطأ فصام منه أكثره ثم وجد الرقبة فلا يترك الصيام ويتحول إلى الرقبة، وعلى قولكم ينبغي أن يلغي الصوم ويرجع إلى الرقبة، وهذا لا تقولون به. فكذلك في الصلاة إذا جاء ليصلي ولم يجد الماء فتيمم، أثناء الصلاة جاء الماء قد دخل في صلاة بإذن شرعي فيتم بذلك، فمن دخل في صلاة بالتيمم لا يقطعها ولا يعود إلى الوضوء بالماء. هذا جملة أدلتهم. من قال يقطع الصلاة وينتقض وضوءه، دليلهم أن التيمم لما بطل بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة وكذلك بعدها، فكذلك إذا كان الماء وهو داخل الصلاة، لأنه ما دام لم يجز له أن يصلي بالتيمم ابتداء مع وجود الماء لم يجز له أن يصلي بالتيمم ولو في أثنائها مع وجود الماء. وإذا بطل بعض الصلاة كان ذلك دليلا على بطلان كل الصلاة. نعم. وقالوا أيضا المتفق عليه أن المرأة إذا كانت في عدة وذهب حيضها فصارت تعتد بالشهور، لو أنها في آخر العدة جاءها الحيض فبالاتفاق تنتقل إلى الاعتداد بالحيض لا بالشهور، يعني امرأة أيست من الحيض ثم جاء طرأ عليها ما هو من العدة، عدة طلاق وكذا، فتعتد بالشهور، قبل نهاية الشهور العدة بقليل جاءها حيض فثبت أن الحيض عاودها، قالوا هنا تصير ماذا؟ تصير تعتد بماذا؟ بالحيض، تعتد بالحيض. قالوا هذا بالإجماع. ومن الأدلة لهم حديث أبي ذر الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء، فمنطوق الحديث يدل على أن التيمم عند عدم وجود الماء، عدم الماء، ويدل بمنطوقه على وجوب، على أن الأصل وجوب استعمال الماء وإنما لم يستعمل لعدمه، ويدل بمفهومه أن الصعيد الطيب ليس بطهور مع وجود الماء، الصعيد الطيب طهور المسلم ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء لم يصر صعيدا طهورا طيبا ما دام قادر على استعماله أو وجده. قالوا أيضا التيمم طهارة ضرورية فبطلت بزوال الضرورة، بطلت بزوال الضرورة. نعم.
يظهر هذا القول الثاني أقوى، فإذا وجد الماء انقطعت الطهارة وانتقضت. قال الإمام أحمد: كنت أقول يمضي، ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج، على أنه يخرج أي من الصلاة، وهذا قول ابن حزم. ها؟ نعم نعم كذلك يدل هذا، نعم هذا أيضا يدل عليه. نعم يعني يفهم منها، ها اي افرغه على على عليك، اغتسل، مسه بشرتك الى اخره. نعم، تبقى هنا مساله، اذا قلنا بالخروج من الصلاه هل يبني على ما سبق او يستأنف من جديد، يعني يبدا الصلاه من جديد؟ ذكر ابن قدامه في ذلك القولين، يستأنف ويستقبل صلاته، والقول الآخر يبني على ما مضى، وهذا القول يظهر أقوى، أنه يبني على ما سبق، أنه يبني على ما سبق. ومما يدل على ذلك حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة ثم فكبر ثم قال: مكانكم، فدخل حجرته ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم، وبعد ذلك قال: كنت جنبا فتذكرت فذهبت واغتسلت. وهذا حديث أبي بكرة، رواه أبو داود وغيره، وفيه أنه كبر ثم خرج من الصلاة، ولما رجع لم يذكروا أنه كبر واستأنف واستقبل صلاته من أول، بل واصل على ما سبق. ونحو هذه الرواية جاءت عن أنس عند الطبراني في المعجم الأوسط والطهرقطني والبيهقي، وكذلك من حديث علي وأبي هريرة رضوان الله على الجميع، وجاءت كذلك مرسلة عند مالك في الموطأ، وكذلك أظن عند الإمام أحمد. وهذه القصة غير قصة الصحيحين من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، فإن في تلك أنه حتى إذا وقف في الصف قال: مكانكم، ثم انصرف فاغتسل ثم رجع وقال: كنت جنبا فاغتسلت، فهذه لز فيها أنه كبر. بعض أهل العلم قال تحمل هذه القصة على هذه، لكن الحقيقة إذا تتبعنا الطرق وجدنا أن طرق هذه غير هذه، التي فيها أنه لم يكبر حديث أبي هريرة في الصحيح، وأما هذه حديث أبي بكرة من طريق غير الآخر، فالظاهر أنهم واقعتان وأنهم قصتان. نعم نعم ومع ذلك بنى. يعني وجه من قال بأن القصة واحدة، لأنه لا يمكن حمل هذه على تلك. إيه. لأنه وإن يوقف ولما إن كبر حمل على المجاز بدليل الرواية الأخرى. إيه هذا المجاز هذا. شو بالدليل يعني؟ وين الدليل؟ الرواية الأخرى. أخرى غير هذه، يعني طريقها غير هذه الطريقة. ويكبر. شو إذن على هذا يمكن البناء من نسير ثم كبر؟ وهذا يقوله من يثبت الحديث. الحديث هو الأصل. هذا الحديث هو الأصل. وهو دليل من يقول أنه إذا وقع له ذلك فيبني على ما سبق. يبني على ما سبق. لا إذا تذكر قبل الصلاة أو تذكر بعد الصلاة فيعيد. لأثر عمر بن الخطاب، وأنه صلى بالقوم وجنب ثم لما ارتفعت الشمس رأى أثرا في ثوبه فأعاد الصلاة ولم يأمرهم بالإعادة، أعاد هو ولم يأمرهم. ومثل ذلك نقل عن عثمان وعلي رضوان الله على الجميع.
الحاصل أن هذا الطرق على كل فيما تبين وتتبعت أنها ليست القصة واحدة. بعضهم قال فكبر أي مجازا، هم أن يكبر. الحقيقة هذا المعنى هو محل نظر، والله أعلم. من يفقد وضوءه وهو في الصلاة من باب أولى بابنه. نعم. إيه، وهو قول بعض العلماء، ومذهب أبي حنيفة وغيره، مذهب أبي حنيفة. والبناء على الصلاة ليس أمرا يعني غير مقبول عند الفقهاء، يقولون به، يقولون به. ومذهب مالك وغيره في مثلا إذا أصابه رعاف. نعم. كذلك القاعدة في الناس نسيان أنه يؤثر في ترك المحظور وليس في الواجب، ترك الواجب في فعل المحظور. كيف؟ أن النسيان لا يؤثر في ترك المحظور، أما في ترك الواجب فيؤثر فيكون معتبرا. في ترك الواجب لا بد من إتيان به، خاصة إذا قلنا الوضوء يعني من شروط صحة الصلاة. يأتي به، يأتي به، لكن نتكلم على كونه يبني على ما سبق أو لا. الأظهر أنه يبني على ما سبق. على كل إذا كان احتاط وأعاد من أول فذلك له ذلك، لكن الذي يدل عليه الحديث هو هذا. نعم. أقرأ في المسألة هذه إذا تذكر، المسألة هذه إذا تذكر إذا جاء الماء فإنه يذهب ويتوضأ أو يغتسل ويبني على ما سبق، لا يبدأ من جديد. إذا بدأ فذاك فذلك له، لكن صلاته الأولى صحيحة بتيممه لا تبطل، لأنه دخل فيها بالإذن شرعي. نعم. على كل لا يتكلم ولا يكثر الحركة ولا يستدبر القبلة، فإن كان المكان ذلك الذي يذهب إليه بعيدا بحيث أنه يستدبر و يكثر من حركة والكلام فهنا يستأنف صلاته. نعم. قال رحمه الله تعالى الباب السابع الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها. قال واتفق الجمهور على أن الأفعال التي هذه الطهارة شرط في صحتها. هذا العنوان ليس لابن رشد، العنوان للمحققين يعني المحقق أو غيره. نعم. واتفق الجمهور. قال واتفق الجمهور على أن الأفعال التي هذه الطهارة شرط في صحتها هي الأفعال التي الوضوء شرط في صحتها من الصلاة ومس المصحف وغير ذلك. قال الطواف وغيرها. نعم. أيوه. قال واختلف هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط. فمشهور مذهب مالك أنه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان أبدا. واختلف قوله في الصلاتين المقضيتين والمشهور عنه أنه إذا كانت إحدى الصلاتين فرضا والأخرى نفلا أنه إن تقدم الفرض جمع إن قدم الفرض جمع بينهما وإن قدم النفل لم يجمع بينهما. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز الجمع بين الصلوات، يجوز الجمع بين صلوات مفروضة بتيمم واحد. وأصل هذا الخلاف هو هل التيمم يجب لكل صلاة أم لا، إما من قبل ظاهر الآية كما تقدم، إما من قبل وجوب تكرر الطلب، إما من كليهما. هذا كله سبق. نعم. اقرأ. تعبت ولا تزيده؟ اقرأ. قال كتاب الطهارة من النجس. قال والقول المحيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة أبواب. الباب الأول في معرفة حكم هذه الطهارة، يعني في الوجود أو في الندب، إما مطلقا وإما من جهة أنها مشترطة في الصلاة. باب الثاني في معرفة أنواع النجاسات. الباب الثالث في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها.
الباب الرابع في معرفة الشيء الذي به تزال. الباب الخامس في صفة إزالتها في المحل. الباب السادس في آداب الأحداث. الإحداث نعم. الأداب الأحداث نعم. طيب كتاب الطهارة من هذا الكتاب الرابع الطهارة من النجس. ها الفعل يقال نجس ونجس نجس ونجس من باب فاعل يفعل وفعل يفعل نجس ينجس ونجس ينجس والنجس بمعنى القذارة شيء المستقذر الشيء المستقذر هذا معناه في اللغة الشيء المستقذر والنجاسة شرعا وكل ما دل دليل على نجاستها وعلى النجاسة الشرعية هو استقذار شرعي النجاسة الشرعية ومن باب الشرع فيثبت بالدليل أما في اللغة فالنجاسة هي ماذا في اللغة هو الاستقذار الشيء استقذار الشيء وفي الشرع النجاسة يقال في تعريفها وصف حكمي النجاسة هو وصف حكمي يعني يحكم به الشرع وصف حكمي يحكم به الشرع يعني يمنع من أداء الصلاة فيه أو به يمنع من الصلاة فيه أو به وما كان أيضا في حكم الصلاة كالطواف هذه النجاسة المقصودة هنا هذه هي النجاسة المقصودة هنا أو القول المحيط بأصول الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة أبواب هذا هذه طريقة الجدولة وطريقة الجداول والتشجير الموجودة الآن الموجودة الآن ويعني بعضهم يعتبرها شيئا جديدا وهو ليس كذلك هذا من القديم اللي يسموها في البحوث الخالطة الذهنية والشبكة الذهنية والجداول والتشجيعات كلها موجودة من القديم موجود من القديم ويعني مراجعة العلم بهذه الطريقة يعني موجودة من القديم وتنفع مثل هذا كتاب طهارة من النجاسة ست أبواب عندك ست أبواب واحد الباب الأول في مسائل الثاني في مسائل قد تكون في المسألة فروع فتجمعها في ورقة واحدة بهذه الطريقة يسموها الآن الخريطة الذهنية الخريطة الذهنية ولا تسميات أخرى وفيها برامج وفيها دورات تعطى فيها شهادة وغير ذلك نقول هذا موجود من قبل من القدم عند العلماء حتى في الحديث حتى في الحديث سألني قبل أيام أحدهم هل يوجد تأليف سابق في التشجير قلت لا يوجد بطريق الأسهم بطريق الأسهم لا يوجد لكن بالطريق النثر والكتابة سطرية موجود تحفة الأشراف للميزي رحمه الله يأتي إلى مسند مثلا أنس بن مالك مسند أنس الراوي عن أنس محمد بن سيرين الراوي عن محمد بن سيرين فلان الراوي عن فلان إذا كانوا كثر فلان ثم يذكر كل أحاديث وبعدين ينتقل إلى راوي ثاني اللي يروي عن الزهري عن ابن سيرين مثلا عن أنس وهكذا إذا جئت تدير التشجير تضع أنس في الفوق تخرج له كم من الروات كثر كل راوي تخرج له كم من راوي وكل راوي كم من راوي هذه طريقة التشجير فهو موجود تطبيقيا موجود تطبيقيا وهو ينفع ينفع جدا فمن أراد أن يجرد الأسانيد يفعل هذا يفعل مثلا مع كتب مختصرة وممن فتح الباب لهذا العراقي ولا لا تقلب الأسانيد في السنن والمسانيد الكتاب هذا تعرفون طريقته ذكر في أول الكتاب
أنه يجمع أحاديث الأحكام على مسانيد الصحابة على أبواب الأحكام كتاب الطهارة الصلاة إلى آخره. قال أحاديث أبي هريرة التي سيذكرها هي التي بالأسانيد الفلانية كذا كذا كذا. أبي هريرة يروي عنه الأعرج والأعرج عنه أبي الزناد، أبي الزناد يروي مثلا مالك وكذا، أو أبي هريرة يروي عنه فلان فلان، ذكر لكل صحابي إسنادين ثلاثة، وأنت الكتاب تحفظ فيه أزيد من 1000 حديث أو كذا، والأسانيد تحفظها في أول الكتاب مختصرة، هي أقل صفحة أو صفحة ونص، فتضبط كم من حديث بهذا الطريق بأسانيده. فيمكن تأتي البخاري أول حل تجعله على طريقة المسانيد، وهذا موجود، ها هذا موجود في مسند البخاري، جمعه بعض الشناقطة وغيره، زاد المسلم في الجمع بين الصحيحي البخاري ومسلم أظن لابن ميار بشنقيطي ولا غيره، أظن رتبه المسانيد، فتجعل صحيح البخاري على طريقة المسانيد. فنأتي بأحاديث أبي بكر مثلا كلها على حدة، حديث عمر، عثمان، علي، باقي العشرة، ثم وهل مجر، تجمع الأحاديث، تنظر إلى الصحابي كم عنه من راوي فلان فلان، ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وكل راوي كم روى عنه، وكل راوي حتى تصل إلى البخاري، تضبط أحاديث أبي بكر بهذه الأسانيد عند البخاري في ورقة أو ورقتين مختصرة، وهكذا يكون لباقي الأحاديث، وهكذا يكون باقي كتب الحديث، وهكذا أيضا باقي كتب العلم في العلوم المختلفة. فهذه طريقة قديمة لكن كانت على شكل، الآن على شكل آخر. كيف؟ صيغة ماذا؟ ليش؟ أي نعم، لكن هو لما يختار الإسناد إسناد واحد الذي ليس فيه إشكال العنعنة وغيره، واضح؟ كيف؟ الذي فيه إشكال. إيه؟ سيحمل الذي ليس فيه إشكال. لا، هو اختار الأحاديث الأسانيد التي لا إشكال فيها، لا يوجد فيها عنعنة مدلس ولا، إنما هي أسانيد سليمة، هي أسانيد سليمة يعني، يعني إذا كان في الإسناد الراوي يقول حدثنا فلان، تقول عن، الأمر فيه يسير، أو قلت عن والحديث فيه حدثنا، الأمر فيه يسير. طيب، معرفة حكم هذه الطهارة يعني إزالة النجاسة واجب أو مستحب مطلقا أو بشروط؟ نعم، قال أعني في الوجوب أو في الندب، إما مطلقا يعني دائما ليس فقط في الصلاة، أو أنه مقيد يعني إزالة النجاسة إذا جئت للصلاة أو الطواف أو قراءة القرآن وغير ذلك، أما في غيرها لا، لا بأس، هل الأمر كذلك أو لا؟ الباب الثاني معرفة أنواع النجاسات، هذه الأنواع، ها؟ معرفة الأنواع، ذكر كل واحدة على حدة، تقول مثلا بول وروث ما لا يؤكل لحم، ما يؤكل لحمه طاهر أو يستثنى منه شيء، ما لا يؤكل لحمه نجس أو يستثنى منه شيء، ها؟ الميتة جلدها عظمها لحمها الدم أو المسفوح فقط دم الحيض وهكذا. نعم، في معرفة أنواعها، أنواع النجس، وكذلك المغلظ منها والخفيف، كذلك المعفو والمعفو عنه وغير المعفو، اليسير المعفو وغير المعفو، مثل الاستجمار، استعمال الحجارة، إذا استعملت الحجارة لا يذهب الأثر كلية، يبقى شيء من النجو، هو معفو عنه، وهكذا. الباب الثاني معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها، الثوب، البدن، ومكان الصلاة أيضا. الباب الرابع في معرفة الشيء الذي به تزال هذه، تزال أي النجاسة، بما تزال؟ الأصل فيه الماء، هل تزال بغير الماء؟ التراب، الاستحالة إلى آخره. الخامس في إصالة، في صفة إزالتها، إيش عندكم في المحل؟
ها؟ أنا عندي في محل لي محل. ها؟ ها؟ تكرار؟ ها؟ كيف عند العبادي؟ اي نعم، في محل محل. نعم، على كل يعني الصفة التي يزال بها. الصفة الغسل، المسح، الرش، ها؟ الفرك، الحك، القرص والحت والنقض كما جاء في دم الحيض. قال أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ففيه هذه أسماء. نعم، هذه أسماء بنت أبي بكر. نعم، الباب السادس في آداب الأحداث، الآداب، آداب قضاء الحاجة، الذكر والاستتار وعدم استقبال قبلة أو استدبارها، وهذه الأحكام المسائل التي فيها نوع خلاف. نعم، لا نكتفي بهذا، ها؟ نقف عند الباب الأول. الوقت على جال الوقت المختصر. طيب، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.